كل سنة وانتم طيبين. بنفرح بنفرح، السيدة بتفرح. yeah. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي معها في السيده، والسيده طبعا بيجتمعوا فيها عمالقه اتحاد فتوات مصر. بنتكلم على المعلمه كيداهم، كيد الكل، كيد الكل. استني بس، كيد الكل يا معلمه، كمان المعلمه. اه لا لا لا، انا حتي الجميله. لا ادينا، انا كل سنه وانت طيب. انا حتي الجميله، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. قولي لي بقى ايه القصه؟ مجمع الحبايب النهارده فنانه فاتن عوض، الممثله الجميله، ومعانا كمان فرنسا، ومعانا ملكه الكفته، ومعانا احمد الزواوي، الناس كلهم هنا. كل سنه وانتم طيبين جميعا. النهارده بنحتفل بالمولد النبوي، انا واصحابي ولميت صحابي وحبايبي ودنيتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. بنفرح في اي مناسبه، ربنا يخليك تعيش. قولي لي بقى، ايوه جمعتيهم ازاي؟ اللمه عندك بتحكي. ما هم اصلا هم الصبح كلهم اتصلوا عليا، كل سنه وانت طيبه يا كيداه، وكل سنه وانت طيبه. طب يا جماعه نقعد مع بعضينا النهارده ونحتفل باليوم ده. قالوا امين. كلنا اتجمعنا كده وقاعدين نشرب كوباية شاي. طبعا الحلو كله، وانتوا طيبين في مصر والدول العربية. قولي ليه الجمهور يا معلمة. وبشكر متابعيني على اهتمامهم بيا، وبشكر حبايبي كلهم دول على مجيئهم ليا. ربنا علي صوتك. كل سنة وانتوا طيبين. علي صوتك. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين. لازم تقولي النبي. ايوه كلنا متجمعين عند كيداهم. اشتريت حلاوة؟ لا. ليه؟ جات لنا كلنا من عند حبايبنا. الجمهور الحلو حبايبنا. لا 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 يا شيخ، انا جبت لهم لا لا جبت لهم هدايا وظبطتهم، بس هم كل واحد قالت انا عندي السكر. رفعنا رفعنا الحلويات وحطينا المشاريع. حلو. الاثنين عندهم السكر. الفنانه فاتن عوض بقى احتفلت ازاي بالبول النووي؟ حبيبتي دي بقى، دي اختي وحبيبتي دي. منوره الدنيا. منوره الدنيا. معلمه فرنسا، ايه يا حبيبي؟ ايه فين التليفون؟ مين اللي بيرن عليك وقت اللايف؟ قولي لي بقى، جايه من الساحل طبعا حبيبتي، وبتحبك وهي بتحبك. طبعا انا بحبها عشان اختي. يجيب المعروف بينا يا رب، ونور عينيها. يجيب المعروف بينا. بتقولي لها ايه في التليفون كل يوم الصبح؟ كل يوم بقول لها صباح الفل عليك يا كيداهم يا كيداهم. ايوه هي ترد عليك. وهي بتقول لي صباح النور عليك يا فرنسا يا حبيبتي. بتقولي لها فرنسا يا حبيبتي. ايوه هي تفضل تقول لي يا كيداهم يا فرنساهم. لسه ما قمتش من النوم، اقول لها هقوم اهو على السرير اهو. لسه هقوم اهو. هم عارفين ان انا ساعات ما بقوم من النوم ببقى مريفه شويه. فيستنوا يستنوا شويه كده. يعني هي بتعمل لي الو كل يوم، ومنور بتعمل لي الو 100 الو كل يوم. طيب ملكه الكفته هنا موجوده حبيبتي، منوره الدنيا. لما نقول الكفته. والله اختراع، اختراع بقى الكفته ده اللي هو. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبنا. كل سنه وانتم طيبين يا قلب قلبي. اسال سؤال وجاوب عليه. ايوه بقى. مين قال لك اعملي كفته في اوضه النوم؟ ام نور هي اللي قالت لنفسها اعملي كفته في اوضه النوم هتطلع جامده. الاختراع ده. تطلع جامده. تتعمل في المطبخ. ايوه بقى. لا ما بحبش الاختراع، عملتها ام نور. انا ما بحبش المطبخ، كله في اوضه النوم. متابعينك اللي بيقولوا لي كل سنه وطيبه دلوقتي. حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا يا قلبي، احلى جمهور في الدنيا والله بجد. ايوه وبحييكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. بصراحه جات لك هدايا ايه بمناسبه المولد النبوي؟ جات لي بصراحه حاجات حلوه. لا والله ما تعمليش كده. لا ما انا بقول جات لنا حاجات كتير. لا لا والله جات. والله احنا جات حاجات. لا والله الحبايب. ايوه الناس بتمولد النبي. جبت ايه مثلا؟ احلى علبه حلاوه. ده كذا علبه مش علبه واحده. احلى علبه حلاوه. حبايبنا كتير والجمهور بتاعنا. ايوه حبايب قلبنا اللي جابونا. حبايب قلبنا، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. والناس بتمولد النبي.
ما هم بيقولوا لك كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين يا قلبنا. مره عملت كفته امتى؟ بمناسبه الشهر اللي فات. الشهر اللي فات؟ الشهر اللي فات. شهر صح ما تعملش كفته؟ اه. كدابه لسه عامله اول حاجه. لا محشي. ما عملتش بيه تيك توك. اه. هجيب لك يا قلبي هجيب لك. ما عملتش كفته. وعدتك فيها يا معلم. ما عملتش كفته. على فكره وربنا محشي قد كده وعليه قلب انا وسبع على قلب كل اللي كلوا ام نور طبعا يعني بس المعلمه طبعا محشي لا هجيب لك ايديهم والله العظيم كل حاجه بتعمل حبيبتي يا كيداهم يا قلب يا لا وده احلى حاجه تجيب لك ايديهم والفراوله وهي بتجيب لنا كل حاجه يعني انا ما بقدرش اقعد في البيت اعملها هي بتعملها لي يا بطبخ ما بطلبش من حد حاجه ايوه لا هي مش ست بنت ولا ست بيت يعني انت كده ايوه بقى على عم تشربني ولا ايه؟ لا 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 انا ست بنت يا جماعه كده والله العظيم حصل بتعمليها ايه يا معلم؟ المحشي بعمل المحشي 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 اكل محشي اه امسك كده يا معلم اهي يا حبيبي اهي احلى اكله بتعمليها المحشي المحشي اه اقعدي قد ايه في حله؟ لا اقعد قد ايه في حله؟ كانت بتقعد في الحله لا والله العظيم ابدا ابدا لا 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 اقول لك انا بدي للناس اللي انا بشتري منها الخضار بيقوروا لي البتنجان وبيعملوا لي حاجه وبيستقوا لي ايه؟ لا 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 بيستقوا لي ايه الحاجه؟ انا بقى اروح موضبه الكرنب واروح مقوره اي حاجه تانية عايز اعملها جنبها لا الرز انا بحط الرز على الـ على الـ على البصل على الخضره على النعناع على الزيت على التوابل كلها وبقلبها كده ها وبقعد بقى اعمل بقى ايه المحشي اتفرج دي جعان 24 ساعة دي جعان 24 أحلى أكلة بتحبها الفنانة فاتن مين؟ أنا المحشي والبط بجد بتحب المحشي؟ ده عايزة طول ما قاعدة تاكل ما وراهاش حاجة إلا كار الأكل عمالة كل حمام بسبب دي حمام؟ بتموت في الحمام شوفي بقالك قد إيه بتاكل حمام عمرك ما طرت والله العظيم بجد حمام 24 ساعة يا جماعة بتاكل 24 طقة بجد كده كانت جامدة أوي في المحشي هو ما يعرفهاش زي استني بقى اصبري لا ما تديش ايه ده اتفضلي يا فندم ايوه اتفضل سكتي المحشي كده اربع بصلات لا انا بعمله ني في ني يا جماعه اخر بعمله بصلايه ني في ني خضره بكل بعض بالبهارات بجوز الطيب بالكمون بتحط جوز الطيب الله الله عايزه لها شهر عايزه لها شهرين عمال ما تتحرك وتعمل وبعد الجبريل شطشطه لا الشيف فاتن عوض يا جماعه الشيف فاتن عوض ده برنامج جديد الشيف فاتن عوض هنفتح قناه على اليوتيوب باسم الشيف فاتن عوض انت زرور تعملي بقى كل الاكلات فيها كله بعشق كل الاكلات النهارده بقى ليله الاحتفال بتقول النبي عليه الصلاه والسلام انت تقول لي عملت ايه بقى امبارح انا تقول لي انت عملت ايه امبارح عملت ايه امبارح يا معلم انا عملت امبارح زي دلوقتي كده ركبت ورحت جبت حلاوه المولد العاده بتاعتي لاولادي جبت منين دي السيده مليانه لا انا جبت من عند حلواني الشام انا ما بقطعش عاده ابدا ما بقطعش عاده ليا حلواني الشام انا حلواني الشام ده اشهر حلواني في حلاوه المولد دي شفتونا ازاي بقى الحاجات غاليه ولا ايه الحاجات غاليه جدا غاليه جدا بيها اول اللي هقول لك اكتر حاجه جوزة الهند والبسيمه بموت فيهم انا بموت فيهم والله العظيم الاثنين دول بس حتى طول ما انا بشتري الناس اللي هناك يقطعوا يدوني يقطعوا يدوني احتفالك بقى النهارده انك قررت تجمعي كل الحبايب يعني انا اسعد واحده في الدنيا طبعا انت بتستهتر بان انا بقول لحد بيحبني تعالى لي هو في احلى من حب يا جدعان الناس بتتضايق من القعده دي مين قال ناس يا اخويا يولعوا الجاز المهم صلي على المهم انا عايزه ايه بعمله انا بعمل الصح كله الصح النهارده احنا بنحتفل انا وحبايبي واصحابي بمولد النبي جبتهم وتلمينا حوالينا بتقولي لي هي معلمه فرنسا كل سنه وانت طيبه يا كعداهم يا فرساو لما الحبايب وهذا الايام عمال كل سنه ما شاء الله والجمهور الجميل ايه رايك في الاحتفال اللي عملته اول امبارح ببنتك اللي جت هنا ده كان زي العصر عيد ميلاد حلو عيد ميلاد سعيد انا حاسس انكم انتوا التحيات انت كده بالراحه الله يا سلام ماني قلبي ليل عيد ميلاد بنت فرنسا خليكي ورانا كده ايام اللي تعالى استني بقى ايه دوت انت انا